لله بفضل ربنا جميع المحاصيل المزروعة بحالة جيدة، الشعير بفضل ربنا ونمو يفوق نمو الوادي، كذلك القمح، كذلك البنجر وبنجر السكر والكانولا، عندنا جميع المحاصيل بفضل ربنا مزروعة وبنمو وحجم نمو مشرف الحمد لله. وده دليل عندنا في الزراعة ان مفيش مشاكل، لو في اي مشاكل في الارض هينعكس على النبات. طيب طرق الري يا فندم، طرق الري المستخدمه في المشروع؟ طرق الري احنا بنستخدم نظام البيفوت، لان في المساحات الكبيره لابد من استخدام نظام البيفوت لان بيروي 125 فدان. اما في المساحات الصغيره ممكن استخدم طريقه الري بالتنيط وهي اكثر كفاءه بالنسبه لاستخدام الماء. يا فندم هنزرع ايه ان شاء الله؟ يا فندم هنزرع محاصيل ذره رفيعه وذره شاميه صفراء، وان شاء الله محاصيل علف دخن، على عندنا مزرعه للانتاج الحيواني، وهيكون كل المحاصيل المتاحه اللي ممكن نتوسع فيها والواعده هنتوسع فيها في المنطقه ان شاء الله. في المنطقه هنا هيزرع قطن؟ ممكن يا فندم، ممكن يا فندم حسب خطه الدوله، لو ان شاء الله هنتوسع في زراعه القطن مفيش اي مشكله ان احنا نزرع قطن ان شاء الله باذن الله. كان في شركه وقت واخد 100,000 فدان هنا عشان تعمل مشروع بنجر سكر كبير وتعمل مصنع، ايه اللي تقدروا تستفيدوا من التجربه بتاعتها يا فندم؟ احنا بالنسبه لنا شركات السكر وشركات العامله في البنجر كانوا متخوفين في بداية المشروع، ولكن بفضل ربنا بعد زراعة 625 فدان أصبح شكل البنجر ونمو البنجر وحجمه حاليا خلى جميع الشركات مقبلة على إن هي تحجز مساحات للعام القادم تضاعف 10 أضعاف المساحة اللي تم زراعتها.